نطقها دمه، تحية إعجاب من شاعر نطقها دمه، من قبل ينطق لسانه والمشاعر غدير، طابت بالإعجاب روحه والوفاء علمه أن يكتب الشعر باللي في المعاني جدير. اليوم لك بكتب الشعر الذي تفهمه كل العرب، واذكر اسمك فيه مسكو عبير، لأنك الطيب وصل الطيب يا فاطمة يما الأمارات، لك كل العوالم تشير إذا وصفتك. إذا وصفتك كأني قد لبست توسمة، وحق لي رغم صغر السن شاعر قدير، لكوني قدرت أوصل بعض ما نرسمه. يا شيخة حبك في كل قلب سفير، مكانتك عالية بين الفضا وانجمه، وفي ضميري لك حبا وقدرا كبير. كتبت عنك بشيء أعلم وشيء معلمه، لكن ما قد علمته في سموك كثير. صيتك بطيب السجايا جود ما أعظمه، يسكن بكل القلوب البيض عبر الأثير، أبيض من الشمس كف بالعطا مغرمه، وسخى من البحر نفس بذلها من ضمير مثلك. مثلك يمثل وجوده في العرب مكرمه، يما الشيوخ الكرام وما الغني والفقير. خبرني، أنا ديك الشاعر ولا الملازم؟ أش ما حبيتين؟ أي شيء أحبه. أنا بسميك الشاعر والملازم. طيب. الاثنين، بس خبرني وخبر الجمهور شو قصة الرتبة العسكرية هذه؟ يلا خبر الجمهور. طيب. في عدن، يعني في عدن، كملت القصيدة أمام فخامة الرئيس علي عبد الله الصالح. فكملتها، صرت لعنده سلمت عليه وقال فتحي ايش تطلب؟ قلت شكرا، كنت لابس بدلة عسكرية لازم اول. قال فتحي وايش تطلب؟ قلت شكرا. قال لا ضروري. قلت شكرا. كرر، رجعت وقلت اعتمد لي هذولا واعتمدهم. واعتمد لك الرتبة. يعطيك العافية وتفضل. بسم المشير، بسم المشير، باسم شعب الوحدة الظافر، من الطوال لا عدن لا الجاف لا المهرة، شعب من الجاف لا المهرة، باسم قحطان جدي قال أخو ناصر، باسم قحطان جدي قال أخو ناصر، تحية يا منار العقل والفكرة، يا أرض فيك المروة والعطى الزاخر، يا روضة من جنان الخلد والخضرة، يا تحفة الأرض نعم الدار والعامر، فيك الرقي والتقدم عانق الزهرة. يا تحفة الأرض نعم الدار والعامر، فيك الرقي والتقدم عانق الزهرة، سلام مرفق بعطر العودة الفاخر، لأهل الأمارات خص الفرد والأسرة، من صد وإخلاص في الباطن وفي الظاهر، حبا لشعب الوفا والأب لا قبره، الشيخ من باسمه التاريخ متعاصر، عصر ورا عصر ما حد ينتسي ذكره. وقوف للشيخ زايد وادعو الغافر يجعل حلاله في الفردوس ومقره، خلف خليفة وفيها الخير متكاثر، القائد الفذ طال الله في عمره، والشيخ محمد سديد الخطوة النادر، بحر الكرم والجزايل ثاق بالنظرة. آل الهيان قفل السبع والداير، جعلهم الله في هذا الوطن دخره، يرضي الأمارات أسرني جوك الساحر، باعوا داري وقلبي منطلق أسره. وفي الختام أسألك يا رب يا قادر، تصلح أمور العرب جف القلم حبره، وارض اليمن صد عنها كل متآمر، ورد كيد المعاديها على نحره، مسك الختام ذكر سيد الأمة الطاهر، صلوا على من يطيب الجو في ذكره.
يعطيك العافية يا فتحي. شكرا. أنا سعيدة من أدائك جدا، وحاب كمان أطرح عليك السؤال التالي. أنت اليوم جاي تشارك في شاعر المليون للأطفال، ولا جاي تنافس على البيرق وعندك حلم في أنك تحصل على المركز الأول؟ والله هذا مقدر من الله، إيش ما قدر الله إحنا بعده. بس أنت أنا شايفة عندك طموح عالي. أيه. شايف نفسك بعد المشاركة وأمام الجماهير، أنت أول مرة بتشارك أمام جماهير بهالحجم الموجودين معنا؟ والله في عدة مشاركات يعني من قبل. طعم المشاركة في شاطئ الراحة شو حسيته؟ فخر واعتزاز. أنا بشكرك وبتمنى لك إن شاء الله تحقق مرادك. شكرا كثير لك يا فتحي. فتحي صح لسانك؟ صح بدنك. طولت في الوقت وعديت أبيات مش موجودة عندنا، فالله يعينك في الدرجة. والله سهل عادي. وقفتنا وقفة جميلة، المغفور للشيخ زايد باني هذه الأمة. نحن نشكرك على اختيار الموضوع والكلمة لشاعرنا فواز. يعطيك العافية فتحي، صح لسانك، صح بدنك. قصيدة جميلة وحضور مميز، أسأل الله لك التوفيق، ما قصرت. شكرا. كلمة معك. صح لسانك يا فتحي، وبعد تحية كبيرة لك من الجمهور ومني أنا بعد أحييك. بيض الله وجهك، حياك الله وتفضل متابعينا.